ودعت الصحافة والإعلام فقيد الوطن محمد حسين شجاع الدين الذي كان له السبق في وضع بصمات في الدفاع عن الثورة السبتمبرية ونظامها الجمهوري، وكان علما ونبراسا في سماء الإعلام اليمني. ووري جثمان الفقيد في مثواه الأخير في محافظة تعز بمشاركة الكثير من رجال الثقافة والفكر والإعلام. رجل خالد في الذاكرة الإعلامية غادر اليوم إلى مثواه الأخير بعد رحلة عطاء لا محدودة ساهم فيها بالدفع قدما في تطوير مجال الصحافة من خلال المراكز التي تبوأها طوال مسيرة حياته الحافلة بالإنجازات والتي رصدها زملائه. الأستاذ رحمه الله يعني كان موسوعة علمية في مجال الصحافة والإعلام، وهو من الرواد الأوائل الذين أسسوا العمل الصحفي والإعلامي في الجمهورية اليمنية. الفقيد محمد حسين شجاع الدين اتسمت أعماله بالمهنية والحرفية والتي لم يبخل بها على كل من أراد تعلم شيئا في سبيل رفع مستوى مهنة العمل الصحفي والإعلامي. كان رجلا معلما ومثقفا واعيا ومربيا فاضلا وإعلاميا ماهرا نفع الأمة بعلمه وبثقافته. ترك معالما كبيرة في النهضة الإعلامية منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث كان أول من أسس مكتبة ثقافية بمحافظة تعز في عهد ما قبل الثورة. غادر شجاع الدين إلى جوار ربه تاركا خلفه ذكرى عطيرة لمسيرته الإعلامية التي ستخلد اسمه من دون شك. نشوان الظاهر، قناة اليمن اليوم، تعز.